الراديو 90-90 هواها مصري. يعني احنا لما نوهنا انا بقالي حقيقه بنوه كذا حلقه، انا بقول المؤرخ العظيم بسام الشماعه هيبقى معايا، ولينا حواديت وجولات وصولات، فانه كنت دايما اقول له تعالى بالليل يقول لي ما بجيش بالليل. والنهارده لما جالي قال لي انا مش مصدق ان انت بقيت بتشتغل بالليل. زي حضرتك يا فندم، ربنا يبارك لكم وصباح الخير عليكم جميعا وكل الناس اللي بتسمعنا. احب نبتدي النهارده ونقول لهم يا يونس نيب رامبت. ايوه كلام مؤرخين، هنقول بقى كلام مؤرخين، هنخش بقى على طول بقى خش على طول. ممكن نعيد على الناس نقول لهم نيب رامبت هيرتشن حتب. وانت كمان يعني ايه؟ يعني ايه نيب؟ يعني كل. ايوه رامبت عام او سنه. ايوه هيرتشن وانتم هيرشن حر حاجه هيرشن. لا ما انت مش هتخلص مني. لا النهارده الصبح لا وقت ما صدقت جبتك اصلا. وحتب، لا انا بجد فكره الصبحيه دي فكره عبقريه. وحتب اللي هي اخر كلمه في الجمله دي هي كلمه، دي الكلمه العبقريه اللي انا عايز كل الناس، يعني لو اي حد هيحفظ اي كلمه هيروغليفيه النهارده مننا انا عايز الكلمه دي ان شاء الله هم اللي يحفظوها. هي ثلاث حروف حتب، ولازم بي لازم ثلاث نقط. مش حتب او حطب، الاثنين دول غلط. حتب وحتب دي كلمة عبقرية، لو ما كانش المصري القديم عمل الله يعني كان هيبقى عبقري. أنا بحب الضيف اللي يدخل على طول، يعني ما فيش أي حاجة ولا رحبنا ولا قلنا، الراجل على طول دخل حتب فينا على طول. سلام، رضا، سعادة، ده معنى كلمة حتب. يا رب يديم علينا الحتب. يا رب. كل واحد يبقى عنده حتب بتاعه كتير كده إن شاء الله. من الحاجات الجميلة لمؤرخنا العظيم بسام الشماع دايما عنده من الحواديت الطريف والجميل جدا عن المصري القديم، وعنده من الكلمات اللي يخلينا كل مرة كده كنا بنتقابل نخرج بقاموس كده مليان شوية كلمات عشان نستعملها. احنا بدأنا النهاردة دخل على طول بحتب على طول. طيب نبدأ كلمات ولا تحكي لنا موقف كده من الموقف المصري القديم؟ تعالى لو كان كده تعالى نقول ان احنا بنحاول نقترح في خلال السنين اللي فاتت دول، هل احنا ما زلنا بنتكلم هيروغليفي؟ هل احنا ما زلنا بنتكلم ديموطيقي؟ هل احنا ما زلنا بنتكلم قبطي قديم؟ هل احنا ما زلنا بنتكلم هيراتيقي؟ الكلمات دي هيراتيقي الكهنه، ديموطيقي العامه، هيروغليفي بتاع الملوك وكبرات القوم، والقبطي اللي هو المصري القديم قبل دخول المسيحيه، ثم القبطي بعد دخول المسيحيه، ثم اللغه العربيه. ادي الميكس مع بقى بعد الفارسيه ومع النوبيه العظيمه طبعا مع الايطالياني مع مع مع. فاذا انت ماشي في الشارع المصري بتتكلم عدد من اللغات الميته واللغات الحيه الاثنين. ناخدوا مثال في اقتراح كده وانا بفر كده مره، لقيت كلمه قطه، بما ان انا محب للقطط يعني، لقيتها اسمها ايه بالهيروغليفي؟ اسمها ميو. ميو اللي هو الصوت بالظبط، اللي هو الصوت بالظبط يعني اللي هو ايه اه. فوانت بتسميها حتى في اللغه العربيه الفصحى مواء، يعني مواء القط بالظبط كده. فميو ديت عجبتني قوي، قريت اكتر وفريت كده في كتب وحاجات زي كده، فاكتشفت ان المصري القديم كان بيدلع الميو بتاعته، وعندنا راجل عامل للقطه بتاعته نحت كده حلو باسمها ومسميها ميوتي. ده بيدلعها اسمها الدلع. انت متخيل من كذا الف سنه زي جدك يا قطتي وجدك يعني. يا قطتي بالظبط. ميوتي اللي هو انت متخيل قد ايه الراجل ده والست دي كانوا على مستوى فكره ان انت بترقف بالحيوان، بتحب الحيوان وهكذا. لا لم اضرب دوابي، ده دي من ضمن اللقات ال 42 اللي حضرتك لازم تقولها قدام ال 42 قاضي في يوم الحساب في مصر القديمه. لائحة من 42 لا بنفي عن نفسي كل الحاجات اللي ما عملتهاش أشكر. في يوم الحساب كلمة النفي دي الكلمة الصحيحة اللي حضرتك استخدمتها دي، لان هي بيسموها كده النيجاتيف كونفيشن بالانجليزي او الاعتراف النفي. اعتراف النفي وده 42 لا لان قلت واحدة منهم هتبقى مشكلة بالنسبة لك، اللي هي لا لم اسرق، لا لم ارهب احدا. نشوف الارهاب كان من ضمن الحاجات اللي ما تدخلكش. لا لم ارهب احدا دي ما موجودة. لا لم الوث مياه النهر، ترميش حاجة في نهر النيل توسخه الاهتمام بنهر النيل منذ هذا العهد يعني اول وزارة بيئة انا سميتها. لا لم اتغوط في مياه جارية، ما رحتش الحمام في مياه جارية. احنا من كام سنة كنا بنقول للناس ما تعملوش كذا، ادي ده فاكر الاعلان ده واخد بالك؟ فلا ده انت وزارة بيئة من الاف من الاف السنين. الحاجات اللي كمان يونس بتديني دفعة كبيرة قوي في حكاية الهيروغليفي دي اسماء البلاد، اسماء المدن. يعني انت دلوقتي مثلا رايح البحيرة كويس، هذا المكان العظيم، مصر العظيم جميلة، ده منهور. طيب البحيرة ممكن تيجي في دماغك انا هناك بحيرة، ماشي تمشي.
انما دمنهور دي كلمه نفسها المسمى ذات نفسه ده اسوان هي خلاص انت اتعودت عليها انها اسم هذه البلد العظيم. عند نفسي فمزي... وقف كده وفكر معايا قول لي يعني ايه اسوان؟ يعني اسيوط. كويس كده. فهذه الاماكن اسكندريه خلاص مفهومه الاسكندر لكن القاهره قاهره المعز الدين الفاطمي. وبمناسبه يا شباب ابوس دماغكم من فوق مفيش حاجه اسمها شارع المعز. الشارع اللي انتم بتروحوه ده الجميل اللي كلنا بنحبه ده اسمه شارع المعز لدين الله فانا المعز هو الله سبحانه وتعالى. فانت لما هتقول صح شارع المعز وتسكت وده الترند اللي هو شغال في النت الناس بتستخدم كلمه شارع المعز اختصارا وعلماء انا بكلمك علماء بيستخدموا كده. فارجوكوا يا جماعه نصيحه من اخوكم بسام انا كنت بقول كده زمان لغايه لما حد جميل رهيب كده جميل في الاثار وفي التاريخ وراح ايه نصح النصيحه دي. نرجع مرجوعنا ده منهور الاقتراح ان الفكره ان المصري القديم كان بيحب الصقور الصقر طائر الصقر طائر الصقر هو حورس اللي انتوا عارفينه وحورس دي تسميه مش هيروغليفي من الاخر كده عشان نبتدي بدايه حلوه كده مع بعضينا حورس اللي احنا عاملين نستخدمه بقالنا مليون سنه ده دي تسميه غير مصريه. التسميه المصريه هي حر كان اسمه كده بيتكتب كده في الهيروغليف حر. حتى في اللغه العربيه لما تفتح قاموس من ضمن اسماء الصقور الحر لانه يطير بحريه وهو اسرع كائن في العالم زي ما حضرتك عارف اسرع كائن في العالم. هتقول لي الفهد هقول لك اسرع كائن في العالم هو الصقر. طيب دمنهور مصري كان بيحب الصقور فاطلق على هذا المكان ديمن حر منزل حر مكان الاقامه بتاع حر يا سنه بيضه لو حضرتك يعني فتحت موسوعه ديمن حر ديمن حر طيب اهالي دي من حر ولو بالظبط ده حاجه ده تفتخر يعني حاجة انا مسميها مدينه الصقر سموها مدينه الصقر يعني واخد بالك. فدي من حر يعني مدينه الصقر او مكان الصقر. طيب ليه تفتح موسوعه الطيور تجد ان من تجمعات الصقور في مصر منطقه دمنهور كان زمان. فهل المصري دلوقتي ده انت بتتكلم على الموسوعه بتاعت الطيور المصريه بتاعت دلوقتي بتاعت مكتبه الاسره اللي طلعتها مكتبه الاسره موسوعه تحفه بالمناسبه تمام. فقرات هذا قلت بس يبقى المصري القديم لاحظ هذا ولاحظ ان هذا المكان به كثير جدا من الصقور مجتمعين صقور بتحب المكان ده بتجتمع فيه فاطلق عليها بيت الصقر او حر وبالتالي من هنا دي من حر يبقى ده منهور. القصة بقى بتاعت فيه اتنين اتخانقوا وبقت الدم نهور والدم بقى يجري نهور والقصص دي بقى معرفش احنا برضو بنحب يعني يعني هتلاقي لها مصدر برضو لكن ده مصدر وده مصدر. طيب احنا نروح فاصل وهنرجع تاني نكمل كلامنا مع المؤرخ المصري العظيم بسام الشماع لسه في ضيافتنا ومنور صباحك ومطرحك وهفضل ازن عليه بما انه هو كائن صباحي جدا انه يعني يزورنا كده كل شويه يحصل لنا كلنا الشرف. طيب للتواصل مع حضرتك على السوشيال ميديا والصفحه او الجروب الخاص بحضرتك اسمه ايه؟ مقالات بسام الشماع كده بالعربي سهله جدا مفتوحه بننزل عليها مقالاتنا بننزل عليها فيديوهاتنا الحفلات التجمعات اللي حضرتك بتعملها تجمعات الله ينور على حضرتك لسه الساقيه شغاله بعمل واحده بعد محاضره مجانيه للشعب المصري ومكتبه مكتبات مصر منها مكتبه مصر في الجيزه برضو بنعمل ده وساعات بنروح كمان الجامعات والمدارس. لسه منورنا دكتور بسام. اي اسئله عايزين تبعتوها على 1909 رقم الاس ام اس فيسبوك بيج راديو 9090 يلا دردشوا معانا وابعتوا لنا واحنا هنسمع شيرين ونرجع تاني نكمل هذا اللقاء العبقري. لسه في هذا التجول الجميل في مصر القديمة مع المؤرخ العظيم بسام الشماع وقبل الهواء قال لي هقول لك شوية أسامي والكلام جاب بعضه لأن أمير رشدي مصورنا الجميل موجود فقال له يا أمير أنت اسمك في الأصل إيه بقى من زمان اسمه إيه؟ إيمير بمعنى إيمير يعني بمعنى برنس يعني اللي اسمه أمير يبقى عارف أنه اسمه زمان كان اسمه إيمير ده لقب من الألقاب إيمير طيب حلو قوي هي هو هي هو يعني هو لقب مركب يعني إيمي وحرف إير جنبيها بس الاثنين مع بعض. طب ايه اسامي تانية بقى؟ في اسم بقى عبقري لملك له هرم غاية في الأهمية بس يا عيني مفيش كتير عارفينه معرفش ليه رغم ان هرمه ممكن ما يبقاش في كبر هرم خوفو وخفرع ومنكورة لكن مهم الملك اسمه ونيس يا راجل ونيس ده اسمه وده يرجع للدولة القديمة يعني بتكلم على 2000 سنة قبل الميلاد يعني 4000 سنة كان عندك شخص مصري عظيم له هرم أهم تاريخيا اهم من هرم خوفو لان به النصوص بتاعت متون الاهرام
هرم خوفو ما فيهوش لغاية دلوقتي اكتشاف لنصوص منحوتة على الجدران. فوانيس والأجانب بيسموه أناس، يعني لو فتحت انت كتاب هتلاقي أناس. زمان كنا بنسميه أناس عشان أجانب بيسموه أناس، لكن هو لما تيجي تقراها بالهيروغليف الصحيح أو بالمصرية القديمة بقى والرموز المصرية القديمة هتلاقي ونيس. في تسمية تانية لاحظتها بيسموها عندنا في مصر برضو وهي ميريت أو ميريت. في بنات اسمها ميريت بالضبط. فميريت دي أولا أي حد عن اسمه ميريت بيسمعنا أو صاحبتك بتسمعنا اسمها ميريت أو تعرفيها في الجامعة، قولي لها إن ميري ميرات، ادي تسميات هيروغليف اهو، ميرات يعني محبوبه بنفس النطق ميرات كده ميرات يعني ميرات يعني محبوبه. والتاء اللي في الاخر دي تاء التانيث، يعني تاء التانيث في الهيروغليفي هي تاء التانيث اللي عندنا في العربي فعلا. فميرات يبقى اذا لها علاقه بالمحبوبه. عشان كده المصري القديم كان مسمي مصر اكتر من اسم، بلدنا العظيمه دي كان عندها اكتر من اسم. من ضمن تسميات مصر، بص الجمال، تاء ميرات، قلنا ميرات محبوبه، محبوبه تاء أرض. كان يطلق عليها أرض محبوبة. شوف أنت بعد كام سنة جيت وقلت على بلد أرض المحبوب وأرض الحبيبة وعلى بلد المحبوب والدين وكل هذه التسميات. إذن هل يموت التاريخ في مصر؟ التاريخ لا يموت. شغلتنا كمؤرخين وكناس بنكتب ونقرأ تاريخ إن احنا نعمل الصلة دي. لاحظت أيضا في تسمية لطيفة جدا جدا في مصر القديمة، اللي هو أنت تملي بتسمع عن الملك أمنحتب. طبعا الاثنين مش هيروغليفي، يعني امون مش هيروغليفي وش كده منطعد واخد بالك. فامون دي تسميه جت بعد كده، لكن هو في الاصل اسمه ايمن الخفي. ايمن ايمن الخفي ذا انفيزبل. وحتب قلنا خلاص مفيش حطب بقى، حطب دي لما حد يخبط واحد في الدماغ حطب يعني فاهم ازاي، تحس ان حطب دي بقى. فايمن حتب يعني سعاده الشمس او الشمس سعيده او الشمس راضيه. ومن هنا يحضرني بقى التسمية بتاعت هذه السيدة العظيمة في مصر القديمة. كان عندنا ست في مصر القديمة اسمها إياح حتب، وإياح يعني القمر، إياح إياح ألف ياء، هي صعبة شوية، ألف ياء عين ألف حاء إياح. وفي ناس بتحاول تعمل صلة ما بينها وبين كلمة إياحة بتاعت رمضان، بتاعت رمضان اللي هو أنت بتقول إيه في الأغنية، وحوي يا وحوي إيوحة أو وحوي وحوي إياحة. وفي أغنية مشهورة جدا بس هي ما اشتهرتش اليومين دول، هي وحوي يا وحوي إياها بنت السلطان إياها لبسة قفطان. برافو عليك إياها. فإياها برضو من ضمن الكلمات اللي بتستخدم. هل فعلا في يعني مقصود بيها الصلة؟ هل في صلة؟ هو ده سؤال إحنا أنا شخصيا لسه بسأله لغاية دلوقتي. ليه أنا بسأله وما أقدرش أدمغ بيه؟ لأن ما عنديش حد من 3000 سنة بيتكلم وسمعت صوته، وإلا خلاص كنا عرفنا القصة عاملة زي. لكن هل إياح هي أصل كلمة إياحة؟ ده اقتراح. عشان كده لو انت جبت سيرة الملكة العظيمة ديت اللي جوزها قتل في حروب الحكاخسوت، الحكاخسوت اللي هم الهكسوس اسمهم حكاخسوت بالهيروغليفي، فكملت هي وقادت وافرزت للمجتمع شخص عظيم جدا اسمه كاموس، وبعد كاموس جه اللي احنا بنسميه احمس. طيب ايه كمان من الاسامي اللي احنا بنتداولها وبنستعملها دلوقتي ليها اصول؟ يعني انا مدرسة الميوزك بتاعتي في اسكندريه زمان في مدرستي كان اسمها ايزيس، وايزيس هي التسميه اليوناني بتاع المعبوده الشهيره الاسطوريه ايسات. ايسات يبقى ايزيس في الهيروغليفي، يعني انا وانت من 4000 سنه ما كناش بنقول ايزيس، ما كانتش ولا بنقول اوزوريس ولا بنقول زوسر، واي اسم او كلمه في حرف الزال او الزين زين. او الزاي، الثلاثه دول شيلهم من الهيروغليفي خالص، لان ده حرف ما كانش موجود في ايام الهيروغليفي اصلا. كويس. اصلا مكانه الاس يعني ولا مكانه ايه؟ هتقدر تحط مكانه الاس لو انت عايز. ايسات ده اللي خلاني انا اقعد افكر اقول هذه المعبوده كانت متفرده صح، لانها جوزها اتقتل وربت ابنها الحورس او ده بقى حر الصقر هو هي مامته وكده. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان انت الست المتفرده هي السات. فهل كلمه السات اقتراح؟ هل كلمه الست فلانه الفلانيه لما انت بتيجي تبجل واحده ام كلثوم كان بالظبط ده انت بطلت كمان تقول ام كلثوم، يعني انت وصلت لمرحله زمان هسمع الست يوم الست هتغني يوم الخميس من اول كده. خد بالك الوالدة انا يعني انا عمري ما سمعت اسم والدتي بيطلق في المطلق كده، الناس تنده عليها كده. اخبار الوالدة ايه؟ عمرنا اخبار الوالدة ايه؟ او اخبار الست ام بسام او الست ام مروان اخويا الصغير في اسكندريه، دي كانت التسميه اللي كنا بنسمعها واحنا صغيرين. فاذا هل كلمه الست اخذناها احنا وخليناها مبجله
لان احنا عندنا في الموروث بتاعنا كلمه الست، ولا الست دي هي كلمه الست من السيده يعني. من السيده. فدي برضو اقتراح حلو جدا بالنسبه للاسماء. طيب حضرتك عملت في معرض الكتاب اللي فات موسوعه، قدمت موسوعه عظيمه جدا لكل العاشق لهذا العالم في كتاب تقريبا من 700 صفحه. كلمنا عنها وعايزين نعرف موجوده فين، متاحه فين، لان في ناس يعني كلنا هنحب نقرا الحاجات دي اكتر. تمام. هي موسوعه اسمها موسوعه البسام. البسام، ايوه. وهي من 700 صفحه، ومع هذا الكتاب خفيف الحمل. الكتاب ده حطيت فيه تقريبا يعني عصاره الفكر المتواضع بتاعي في خلال 38 سنه اللي هي رحلتي مع قراءه التاريخ. لا يعني خالص خالص. والمفاجاه ان انت مش هتقرا بس مصر القديم، هتقرا يوناني، تاريخ يوناني عندنا، كمان هتقرا ازاي ان ممكن رمسيس الثالث يكون موجود في حته في السعوديه، يعني اكتشفوا اسم رمسيس الثالث في السعوديه مثلا. طيب ايه اللي خلى المصريين يروحوا شبه الجزيره العربيه رايحين يعملوا تجاره. هتقرا عن الرومان، هتقرا عن صلاح الدين الايوبي، هتقرا عن الاسلامي، هتقرا عن شخصيات اسلام، هتقرا عن الاندلس، يعني هتقرا عن القدس. فانت هتقرا مش بس، هتقرا عن ساعات ما قبل التاريخ، في حاجه اسمها عندنا في التاريخ ما قبل التاريخ، يعني حتى ما قبل توحيد القطرين. فكل ده هتلاقيه في موسوعه البسام، ده بتلاقوها بقى في الديوان ومدبولي، وعندي على مقالات بسام الشمع على الفيسبوك اللي عايز يطلبها. مقالات الجروب اسمه مقالات بسام الشمع، موجود ممكن تطلب من خلال مفتوحه في ايوه من خلال بقى هيقول بقى كذا مدبولي ومدبولي والديوان، وهيلاقوا قائمه المكتبات اللي هم ممكن يجيبوها، وهو أيضا موجود في الدول العربية ساعات. المؤرخ العظيم بسام الشماعة، احنا عايزين نختم ولكن تختم لنا بحاجة كده شيقة كعادة. هو اللقاء كله حلو الحقيقة بصراحة وشيق، ولكن يعني حاجة كده شيقة وتسيبنا نفكر عشان ادبسك تيجي تجاوب على حاجه. خلاص الصبحيه بقى اجيلك بقى خلاص. ماشي. طالما الصبحيه اجيلك ان شاء الله. حبيت الصبح. طيب انا هقول لكم معلومه كده اهوت، فاكس سريع كده اهوت، نقعد نفكر فيه لغايه المره اللي جايه. تمام. احنا جرى العرف ان احنا متعودين نقول جمله كده اسمها احنا عندنا تلت اثار العالم في مصر. المقوله دي خاطئه جدا جدا جدا، وتنم عن سذاجه غير طبيعيه، لان انت عشان تقول انت عندك تلت اثار العالم ده معناه ان انت لفيت العالم، عديت الاثار كلها، وبعدين جيت عندنا عارفين بالظبط كده، واخد بالك، حد عدى وبتاع وحد جاء عد هنا الاثار بتاعتنا هنا وكده. الحقيقه عايز اقول لحضرتك ان في 2016 خرجت عالمه عظيمه جدا. هذه العالمة العظيمة قالت الكلمة ديت: إن الذي تم اكتشافه من أثار مصر لا يتعدى 1% من اللي موجود. يعني الآن كل اللي موجود دلوقتي ده يا فندم أنا هروح أفر تحت بيتنا ما يتعداش 1%. شرفتنا وكالعادة لقاء بيكون يعني دسم ومكثف وفي حاجات قيمة، وعلى وعد إن شاء الله. على وعد يا دكتور بسام إن شاء الله. حبيبك أنا. لا طبعا طبعا خليك معانا دكتور بسام الشماع، شرفتنا ونورتنا النهاردة في راديو 90 90، وصباحكم مطرح.